المقادير كالتالي: كبده جمالي متقطعه شرايح رفيعه، و توم مفروم، عصير ليمون، ملح وفلفل اسود، سمنه. انا مش عايز سمنه هنا، عايز زيت علشان انا هستخدم ليا، فانا مش شيلوا السمنه دي حطوا زيت مكانها. جوز الطيب، ورق كزبره، بصل متقطع جوليان شرايح رفيعه، وفلفل حامي، وطماطم، وليا. بس كده هنشيل السمنه من الوصفه، مش عايزينها، نحط مكانها الزيت. يلا بينا. والبصل اهو. هنعمل ايه؟ هنخلي الليا تسلي. طيب بس انا مش عايزها تسلي بالكامل، عايز منها اجزاء كده تبان في الاكل. فهعمل ايه؟ حطيت الزيت، وبعدين هنزل دلوقتي باللية. في سؤال. صح، رانيا بتسال، الاستاذ البروديوسر رانيا بتسال يعني ايه تسلي، بصرف النظر انه انت يعني خبراتك في المطبخ كبيره جدا وانا عارفها كويس واتكلمنا عنها امبارح، تمام، الا انه تسلي يعني تنزل الدهون اللي موجوده جواها، فحجمها هيقل وتفقد جزء من الدهون، بس بتفقده في الطاسه فبنستخدمه في الطبخ. ده معنى كلمه تسلي يا استاذه رانيا. ندي كده تقريبا هنا، شايفين هي مش بس تسلي، هي كمان بصوا انا لو عايزها تسلي اكتر من كده هخلي درجه الحراره قليله، لما تبقى درجه الحراره قليله هتسلي اكتر، بس انا مش عايزها تسلي للاخر زي ما كنت بتكلم معاكم، عشان انا عايزها تبان كده وانا باكل. في ناس طبعا بالنسبه لها اللي احنا بنعمله ده شيء غير مقبول بالمره، موضوع الليه ده، بس في ناس اخرين بالنسبه لهم ده يعني شيء جميل جدا. فاحنا هنعمل وصفه كده ووصفه كده عشان بس ايه نرضي كل الاجواء. الكبده الجملي هتنزل على الليه. يا سلام، تقليبه كده للكبده الجملي مع الليه، على غير المنتشر انه الكبده الجملي بتاخد وقت في التسويه. لا يا جماعه، هي الكبده الجملي اصلا فيها عضه كده، هو ربنا خلقها كده، مش محتاجين نسيبها على النار كتير، بالعكس هتسيبها على النار كتير هتفقد ميتها وهتبقى بتشد اكتر واكتر. هتشوفوا وقت التسويه، تعالوا نحسبه. احنا دلوقتي بقى لنا 20 ثانيه حاطينها، حلو. انا ال علامه التسويه بالنسبه لي تحول اللون بتاعها من اللون الفاتح للون الداكن سنه. فتعالوا نشوف هيحصل ايه هنا. ننزل بالبصل، وننزل بالفلفل الحار اللي انا هزوده كده كده، خلاص هي باظت، حطينا ليا نحط فلفل احمر بقى. ندي كده تقليبه. انا كده خلاص حطيت معظم المكونات، فاضل ايه؟ فاضل الطماطم اللي انا محتاج احطها دلوقتي عشان انا عايز الصوص اللي تحت ده. هات لنا بقى يا انس الصوص اللي تحت ده من فضلك يا اخي. ايه يا انس؟ انا بهزر معاك طبعا. وبعدين ناخد رشه من جوزة الطيب. الجلاش علشان ما يطلعش، علشان يطلع مش معجن، اولا طبقه الزبده اللي بندهنها او الزيت في حاله ان احنا عايزين الكالوريز اقل، اللي بندهنها على كل ورقه بتمنع ان الورقه تبوش وتعجن. واحد. اتنين، الفراخ اللي حضرتك بتحطيها لو بتحطيها بميتها هيعجن، فمحتاجه الفراخ تصفيها قبل ما تحطيها في طبقه الحشوه. تلاتة، كميه اللبن قلليها عن كميه البيض في جلاش الفراخ، فلو انت بتحطي كوبايه لبن عليه بضايه حطي نص كوبايه لبن عليه بضايه في جلاش الفراخ بالذات، هيطلع ممتاز مع حضرتك. كان في سؤال اخر قالته يا يسرى الحاجه سيهان بس انا نسيته. الاجنحه، احنا عندنا وصفات كتير للاجنحه. لو حضرتك عايزه تعملي اجنحه متحمره مع صوص بنصحك ان حضرتك تسلقي الاجنحه تلات ارباع سلقه، تطلعي الاجنحه تحمريها وبعد كده تقلبيها في الصوص. هنزل لك احدى الوصفات، ممكن ننزلها، بلاش ننزلها البافلو وينجز لان البافلو هتبقى حاميه واحنا في وقت الصيام، فممكن تنزلي لها. كان في واحده بالليمون يا يسرى والجنزبيل، نزلي بس الوصفتين يا يسرى من فضلك. احنا تمام، يلا بينا. احنا كده عندنا وصفتين محتاجين ننزلهم، انا مش هنسى البط والاجنحه عشان نتكلم عنهم. يلا بينا، البط هيطلع حالا على الشاشه دلوقتي. عايز اقول لكم ان انا كده خلاص خلصت تسويه الكبده. ندي تقليبه، يلا هات البط نبص عليه بصه، هنقلب الكبده تقليبه. صدور البط بصوص العسل الاسود واليانسون، دي وصفه برضو من الوصفات اللي ممكن يعني او وصفات غير معتاده، خلينا نسميها وصفات غير معتاده. البط صدره بيستوي بسرعه جدا ومش محتاج يتسلق، صدقوني. هاتوا بطايه، يا اما خلوا الفرارجي يعمل كده، تعملوا كده بنفسكم، اخلوا الصدر، خدوا قطعه الصدر دي شوحوها على الجنبين وحطوها في الفرن 4 5 دقائق بالكثير، هتذوقوا طعم لحم طري جدا عامل زي الفليتو كده، زي العرق الفليتو، خطير.
احنا هنا عملنا ايه؟ جبنا الطاسه، سخنا الطاسه، حمرنا البط على الوشين، ابتدينا بالوش اللي فيه الجلد، ما كناش معلين الطاسه قوي عشان جلد البط يسلي يا استاذه رانيا. حلو، واديناها تقليبه، وبعدين عملنا بعد كده اليانسون والعسل الاسود. يا ناخد مريم واحنا بنغرف الكبده. ازيك يا مريم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مريم؟ ازيك يا شيف، انا بحبك قوي. والله العظيم وانا كمان بحبك. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ انت في سنه كام؟ عندك كام سنه؟ خمسة. ماما بتعرف تعمل اكل ولا لا؟ حلوة قوي. الله، دي شهادة، دي شهادة ليها. طب ايه اكتر اكلة بتحبيها عشان لازم نعمل لك حاجة خاصة بيكي؟ انا عايزة بقى طريقة البرجر. طريقة البرجر من عينيا الاثنين. ايه رأيك اعملهولك الاسبوع اللي جاي علشان نعمله كده قبل رمضان، لان احنا في رمضان ما بناكلش سندوتشات. بالكاتشب. من عينيا هحطهولك بالكاتشب واعملهولك بكل الحاجات الجميلة. حاضر، نورتينا وشرفتينا يسرى. هنعمل الاسبوع الجاي برجر، خليكي فاكره. ممكن بقى نبص هنا كده على السفره، عايز تنزل المقادير حاجه؟ زي الفل، الله ينور عليك. يلا بينا، تعالى بقى هنا نبص كده على السفره دي. بصه كده، يلا ورينا كده يا استاذ انس سفرتنا النهارده عامله ازاي. خلينا نتكلم عنها سريعا سريعا. النهارده عملنا وصفات مختلفه، عملنا السجق بالبطاطس، وعملنا الكلاوي بالفلفل الاحمر والقرفه. خطيره الكلاوي بالفلفل الاحمر والقرفه دي، لازم تجربوها. انس بيجيبها لكم اهي، هي دي الكلاوي بالفلفل الاحمر والقرفه. بعد ما خلصناها عملنا الكبده الجملي بالليه زي ما انتم شايفينها كده، مش محتاج حاجه الاكل ده غير رغيف عيش كده ملدن وشويه طحينه وشويه مخلل، وهو ده الكلام. دي كانت حاله النهارده، ودي كانت وصفات النهارده. استمتعت جدا معاكم النهارده، واستمتعت جدا بالتواصل بتاع حضراتكم خلال الحلقه.